السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة المرحلة الثالثة. إن شاء الله ضمن هذا الكورس راح ناخذ ميكانيك التربو سويل ميكانيك والتو برانش النظري الابليكيشن والثيوريتيكال يعني المعادلات النظرية والتطبيقية اللي هو العملي. فإن شاء الله راح نرتقي بهذا الموضوع أنه نعمل بلاي ليست خاصة بالسويل ميكانيك اللابورتري اللي هو مختبريا أو ما هي الفحوصات الواجب إجراءها على نموذج التربة المستخدم بجميع فحوصات اللي هي الفحوصات الفيزيائية والفحوصات الكيميائية، وإن شاء الله راح نتناولها ضمن هذا السمستر للكورسين الأول والثاني بشكل تفصيلي ودقيق، بالإضافة إلى الثيوريتيكال والمعادلات الحاكمة وغيرها راح نتناولها ضمن مادة النظري، وأيضا راح ننشئ بلاي ليست خاصة بها. سو هاي البلاي ليست راح تتسمى باسم السويل ميكانيك لابورتوري أور لاب، يعني مختبر ميكانيك أو ميكانيكية التربة. مثل ما نعرف انه احنا تعتبر مادة من انت وصلت طالب مرحلة ثالثة، فاغلب المواد اللي انت حتدرسها هي مواد تخصصية. سو السويل ميكانيك يعتبر احد المواد التخصصية، وهذا المادة بحد ذاتها راح تربطك بالمستقبل الى مواد تخصصية تعتمد بانشاء هذه المنشآت على نوع التربة. يعني انت تكون المفروض كمهندس جيولوجيكال او مهندس تربة عندك إلمام كامل بالموضوع. هذا الإلمام يشمل أنه أنت تعرف الفيلد كاباسيتي مالتك وأيضاً البيرنج كاباسيتي، قدرة تحمل التربة. على أساسه أنت راح تتخصص بالمرحلة الرابعة بالفاونديشن الأساسات. أنت من تدرس مادة الأساسات لازم يكون عندك باك جراوند قوي بمادة التربة. ايضا الريتيننج وول الجدران السانده اللي هذه ماده تدرس ضمن بعض الجامعات بتخصص الانفراستراكشر البنى التحتيه او بالادفانس هاي جراجويت الدراسات العليا. كذلك مثلا تخصصك بالسدود او يعني اي برانش ثاني حتى ضمن الاستراكشرال. انت بكل الاحوال يعني اي منشأ تنشأ المفروض يبدا قيامه من الارض الى الاعلى. سو تعتبر مادة التربة مادة مهمة جدا وكورس مهم جدا، وفهمك لهذا هذه المادة التخصصية راح يفتح عليك افاق واسعة انه تفتح انه تقدر انه تفهم بقية المواد. ان شاء الله راح اخذكم بها بهذا الكورس، راح تكون المحاضرات تتوفر ضمن الميكانيك او مختبر ميكانيكية التربة بالمختبر ضمن مختبر التربة، بالإضافة إلى ذلك نوفرها أيضا بشرح بالبلاي ليست. الكثير راح يسأل شنو السبب. احنا بمختبر ميكانيكية التربة مثلا أنا أريد أوضح لك مثلا أول تجربة مثلا السيف أناليسيس أو الووتر كونتينت أو فحص كاليفورنيا، يعني anything الفحوصات اللي راح نجريها على التربة سواء كانت كيميائية فيزيائية أو ستراس أو anything، وراح نتناولها إن شاء الله بشكل تفصيلي. ممكن أنت تريد صور أقرب للواقع، يعني فولد ميجرمنت قياسات حقليه مو فقط قياسات احنا نسميها مختبريه، حتى على اساس انه انت تقدر تربط هذه الفحوصات مع الواقع. فتوفير هذه المحاضرات وكذلك شرحها بال يعني الكترونيا راح يساعدك على فهم هذه التجربة بشكل تفصيلي ومدى الكونكشن وياها مع الفولد ميجرمنت. سو انت حتعرف انه انت التبعات اللي من تطبقها داخل المختبر والفحوصات والنتائج وغيرها. طبعا المادة او المصدر الرفرنس الرئيسي اللي راح نعتمده باذن الله ضمن يعني ميكانيك التربة العملي هو كتاب اسمه داز. هذا يعتبر هو اساس التربة، بس اللي خاص باللابورتوري مو الفيرست اديشن وانما السكس اديشن. هي انا بكل الاحوال راح اوفر لكم ان شاء الله الكتاب بي دي اف. فالسويل ميكانيك اللابورتوري مانوال راح نتناول بشكل رئيسي بهذه المحاضرة اللي هو المؤلف اللي خاص الى داز. راح نتناول هذه التجارب ونزيد عليها تجارب اخرى، لكن التجارب الرئيسية هاي التجارب. التجارب اللي راح ناخذها احنا ضمن مختبر التربة هو اللابورتوري تيست الفحص المختبري وكيفية اعداد تقرير ريبورت ابرييشن.
بريبيرشن، شنو يقصد بها؟ انه انت مو مثل ما اخذت مسبقا بالمرحله الاولى والمرحله الثانيه انه التقرير تكتب لي فقط هدف من التجربه وغير. لا، انت تعد تقرير كمهندس بحيث هذا ممكن التقرير مالتك يسلم الى جهات استشاريه مختصه يعرف انه يترجمون هذا التقرير ويطبقونه على ارض الواقع. سو انت المفروض لازم عندك جايد لاين على اساسه انت تكتب التقرير. وبالمناسبه انا التقرير بالنسبه لي يعني السويل لاب يكون باللغه الانجليزيه فقط. فنبلش بالتجارب اللي راح ناخذها ان شاء الله ضمن السمستر الاول والثاني. ديترمينيشن اوف ووتر كونتنت، بالمناسبه هذه التجارب المفروض احنا نسبقها ناخذ وياها بالاول محاضرات المحاضرات النظريه، لانه كل ماده ناخذها نظري المفروض يكون لها ابلكيشن عملي. تمام، فاحنا ان شاء الله بضمن ماده النظري راح نتناول هذه الامور بشكل تفصيلي. فاول محاضره ايجاد المحتوى الرطوبي للتربه، وراح نتناولها بكل هاي المحاضرات حنتناولها ضمن التطبيق الثيوريتيكال النظري بشكل تفصيلي. Determination of water content هذا يعتبر السيلبس اللي راح نمشي عليه خلال هذه السنه الدراسيه. السبيسيفيك جرافيتي الوزن النوعي للتربه، كذلك السيف اناليسيس لما يكون حجم التربه اعلى من يعني العابره او غير العابره من سيف يعني مدخل رقم 200، اللي تعبر بعد مدخل رقم 200 نسوي لها تحليل اسمه هايدروميتر، هذا ايضا تجربه. بعدين راح ندخل بتجارب الخاصه ب يعني تحديد الليميتد مال التيست الخاص بالتربه اللي هو الليكويد ليميت والبلاستيك ليميت والشرنكج ليميت. افتر ذات راح نتعلم شلون اصنف التصنيف الهندسي للتربه. بعدين ندخل بموضوع الهاي احنا نسميه الهايدروليك كونتاكتيفيتي اللي هو الموصليه الخاصه بالتربه، وعندنا نوعين تربة رملية نستخدم تجربة الكونستانت هيد بيرموبيليتي تيست انسانت، والفولنج هيد اللي هو ايضا انسان وايضا يستخدم مع التربة الثانية. الستاندر برودكتر كومباكشن هاي طرق اللي نوصل ان شاء الله، هاي تقريبا من الستاندر برودكتر هاي على الكورس الثاني السكند سيمستر اللي هو راح يكون الكومباكشن تيست اللي هو فحص الانضغاط بطريقتين، الستاندرد القياسي والمعدل الموديفايد. بعد ذلك ايجاد اليونت ويت الجاما اللي هي للكومباكشن للتربه باستخدام الساند كوين ميثود. بعدين ندخل بالفحوصات، هاي الفحوصات نسميها المتقدمه اللي هو الدايركت شير تيست اون ساند اللي احنا نسميها راح ناخذها بالنظري اسمها دائره مور اور مور سيركل فورس ترست سويل. افتر ذات ناخذ الانكونفايند كومبريشن تيست، وناخذ الكونسوليديشن الانضمام اللي يصير بالتربه، والتراي اكسيل تيست ان كلي اللي هو احنا نسميه فحوصات او تحمل كاليفورنيا، وراح ناخذ ان شاء الله بشكل تفصيلي. سو هذه التجارب اللي ان شاء الله راح نعتمدها ضمن المنهج الدراسي الخاص بينا لهذا العام، وهذا الكتاب راح اوفر لكم اياه ان شاء الله. المحاضرات راح تكون اول شيء تشرح بشكل فلسفي ضمن القاعة الدراسية، بالإضافة إلى أنه أوفرها لكم ضمن الشرح الإلكتروني باليوتيوب، وتطبق أيضا عمليا على شكل جروبات للطلبة، وتستخلص نتائج ويعد التقرير ويسلم إلى مساعد الرئيس المختبر اللي هم المعيدين إن شاء الله. وتتم هذه يعني بشكل إجرائي لكل يعني ويك افتر ويك. اذا عندكم اي سؤال او استفسار تقدرون تراسلونا ان شاء الله. نلتقي بكم على المحاضرات القادمه. هذه البلاي ليست خاصه فقط بميكانيكيا التربه الابلكيشن اور اللابورتوري المختبريه، وان شاء الله ايضا راح ننشئ قناة ثانية أو بلايلست ثانية نتكلم فيها فقط عن الميكانيكية التربة الثيوريتيكال. إلى ذلك الحين نلتقي بكم، دمتم بأمان الله وحفظه.